Bonjour, je m'appelle Narhouda, j'ai 5 ans, je suis étudiant à Fondation Reihan. Ma maîtresse s'appelle Basim. Dans la classe avec ma maîtresse, j'écris, je colore, je lis les histoires et je joue avec mes amis. Merci ma maîtresse. My name is Imran, I have 5 years old. I study in the course on Reihan. My father's name is Hussein, my mother's name is Suhad. Yes, I am Moroccan. Yes, I am a student. What do you have? I have school bag. I have book and copy book. I live in Fez. I live with my family. What's the person of your family? The person of my family is my father, my mother, my grandfather, my grandmother, my brother, my sister. Bonjour, je m'appelle Batoué, j'ai 5 ans, je suis étudiant à Fondation Reihan. Ma maîtresse s'appelle Fatem Zahra Bassi. Dans la classe avec ma maîtresse, j'écris, je colore, je lis les histoires et je joue avec mes amis. Merci ma maîtresse. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية، تحية جذورها المحبة وغصونها المودة. فاطمة زهرة القيسي مديرة مؤسسة الريحان للتربية والتعليم الأولي. من دواعي غبطتي وسروري كون أن الطاقم التربوي وجميع المربيات على رأسهم أستاذة فاطمة زهرة مدرسة اللغة الفرنسية، كذلك أستاذة حنان مدرسة اللغة الإنجليزية، كذلك مدرس الحساب الذهني أستاذ مراد، كذلك أستاذة كوثر مدرسة اللغة العربية، طاقم تربوي متكامل. أنا بعدا كنبغي نوجه لهم الشكر لأن النجاح كيتم عن طريق تضافر مجهودات الطاقم ككل. وكذلك كنبغي نوجه الشكر للمجموعة ديال هابي إيفنتس اللي قامت بالتنشيط ديالها الصبحية بأطرها بالوليدات ديالها، ما شاء الله عليهم كلهم طاقة وحماس وحفيلين بالعطاء. هاد الصبحية هادي كتجي في إطار أن نفرح الوليدات بمناسبة الدورة الأولى لتتويج الوليدات اللي كانوا متفوقين، والحمد لله يعني كاملين ما شاء الله، لأن التعليم الأولي هو كما تنقول واحد الأرض خصبة اللي كيتلقى فيها الطفل يعني تلم المعارف اللي كياخد مفهوم المؤسسة، كيعرف كيفاش أن النظام ديالها، البرنامج كيفاش غادي، كيفاش كيتلقى ديك العلاقة ما بينه بالمربية داخل قسم كفضاء تربوي حفيل بالعطاء، حفيل بالجانب الثقافي، بالأنشطة للوليدات. لأن أجمل حاجة هي أن ديك الوليد يطلع لك متكون، والهدف الأساسي هو الوليد يحب لك المدرسة، خاصة التعليم الأولي باعتبار واحد المحطة اللي بالنسبة لي هي جد أساسية. الوليدات كيتلقنوا بحال القراءة المقطعية، كيتلقنوا مثلا الحروف، يتعرفوا لنا على اللغة الفرنسية ببساطتها، اللغة الإنجليزية، الأبجديات ديالها، كذلك الحساب الذهني اللي كيخلي واحد الخفة وواحد البصمة عند الطفل، من أجل أنه تكون عنده سرعة البداهة. وهذه حاجة زوينة أنها تكون داخل التعليم الأولي. الحاجة الجميلة اللي بغيت نشتغل عليها وكفكرة إن شاء الله اللي غادي تكون بداية الموسم المقبل هي الروبوتيك. انا بغيت تكون منطقة ولا الطيب، مؤسسة الريحان هي السباقة للروبوتيك خاصة في التعليم الاولي. حاجة رائعة وزوينة وتكون عندها لمسة واضافة في ذكاء الطفل. نبغي نشكر مجددا المربيات كاملين على المجهودات ديالهم والفريق اللي معايا على حبهم للمهنة، لأن بالنسبة لي بصفة عامة في الحياة الحاجة اللي كتحبها تقدر تستمر فيها وتقدر تعطي فيها وتقدر تواكب فيها. علاش؟ لأن سر النجاح أبار الرغبة والانضباط ومجموعة الأمور، ولكن النقطة الفاصلة هي الاستمرارية. أنا بديت بشحال قد أنني نستمر في العمل ديالي أو في المجال ديالي. ألوغ الحاجة اللي كتخليك مواكب ومستمر فهي الاستمرارية. كذلك ما نساش نشكر الأباء والأمهات على ثقتهم فينا، على تفاعلهم معنا، على حضورهم للاجتماعات وعلى قبولهم لحضور الدورات التكوينية اللي كتقوم بها المؤسسات. مرة كنحاولوا أننا نصادفوا يعني كوتش اختصاصي في الولادات الصغار، اختصاصي في التغذية. هادشي كيحيني أنني نوجه الشكر الصراحة اللي بالنسبة لي ركيزة أساسية داخل المؤسسة، المفتش اللي مواكب معنا، الأستاذات في البرنامج ديالهم داخل القسم من خلال الدورات التكوينية اللي كيأطرهم فيها واللي فعلا كنستافدوا منها، وأنا بدوري يعني نفرح أنني نستفد منه ونستقي من الخبرة دياله اللي غتكون بالنسبة لي كشهادة وكبصمة في مصاري. صفوة القول أو كخلاصة، نبغي نقول أن المؤسسة أبوابها مفتوحة لجميع الوليدات. كنبغي نذكر مسألة ديال الروبوتيك هي اللي كنحاول أنني نشتغل عليها، وهذه الصراحة شكر
كنبغي نوجه الشكر للمفتش اللي كان اقتراحه والفكره ديالو، وهذا برنامج غادي نشتغل عليه الموسم المقبل، وكنتمناه يكون يعني عنده لمسه خاصه في جماعه ولا الطيب. نتمنى جميع المؤسسات اللي كيهتموا بالتعليم الاولي يكون عندهم هذا الجانب هذا ديال الروبوتيك، لانه فعلا عنده وقع رائع على الطفل، تيطور من المهارات ديالو. واصلا الهدف من التعليم الاولي هو الطفل يحصل على واحد المهارات اللي كتخوله واللي كتتيح له انه يواكب مساره الدراسي ويتعلم ديك الجانب ديال التقنيه، يكون عنده جانب المهارات. ديباجة القول كنبغي نشكر الطاقم التربوي على المجهودات ديالو وعلى التفاؤل ديالو وعلى العطاء ديالو. كذلك المؤسسه كنبغي نقول بان ابوابها مفتوحه للجميع، وكنبغي نذكر مساله ديال الروبوتيك لانها غادي تكون ان شاء الله في الموسم المقبل. وكذلك لما لا غيكون فرع اخر لمؤسسه الريحان التربيه والتعليم الاولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصبحيه كانت رائعه لمؤسسه الريحان مع فريق التنشيط ديال هابي ايفنت. كنشكروا كاع اللي ساهم في هذا انجاح هذا النشاط هذا، شكرا لهم، شكرا لمؤسسه الريحان على هذا الاستقبال الرائع، شكرا للفريق ديال هابي ايفنت، شكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.